بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا بحضراتكم في جمعة جميلة مشرقة من جمع رمضان الكريم، اعاد الله علينا وعليكم الايام باليمن والبركات. معانا ابننا محمد، الاستمتاع بيوم رمضان جميل. وعمر وعدي، عدي ازيك؟ عدي بتعملوا ايه بقى ميدو النهارده؟ طير طيارة ما شاء الله، طيارته اهيت، بابا ساعده في تطييرها، بس محمد هو اللي عاملها وعامل فيها كل حاجه ما شاء الله. شكلها جميله محمد في الصور، يوم جميل على السطح بتاعنا، استمتاع بالسطح والاستمتاع بالاجواء الرمضانيه. عاد الله علينا وعليكم الايام باليمن والبركات مع سطحنا في قناتنا على ارضنا على سطحنا ان شاء الله رب العالمين. بنتابع اخر التطورات وما وصلنا اليه في السطح من نموذج جديدة، وحضراتكم بيشتكي دلوقتي من ان النبات عنده متغير شوية وفي صفرار او بعض الاحمرار في الاطراف. ما تقلقش يا سيد الفاضل دلوقتي، حتى لو شفت عندك الوضع ده كده ما تقلقش خالص دلوقتي، ده طبيعي، دي في مرحلة انتقالية. احنا النهاردة 15/3 هيبدأ ان شاء الله رب العالمين. من النهاردة وانت جاي هتلاقي النموات هتختلف عندك تماما، وهتلاقي نموات جديدة جاية ان شاء الله رب العالمين. تنتظر الجديد والجميل على سطح عندك. شوف النموات دي جديده يا جماعه بفضل الله، يعني ما تقلقش لو انت شفت سطحك دلوقتي في تغير شويه في النبات، في اصفرار، في احمرار، الوضع ده يا جماعه طبيعي جدا جدا في الوقت ده، في الوقت اللي هو ما بين الخريف ودخول الربيع، يعني ان شاء الله رب العالمين. بص حضراتكم اهو ورق عادي ناشف ما فيش مشكله عندي خالص، بس ايه بقى، ببص في نفس الشجره، ببص انا عندي الاقي البراعم الجديده جايه اهيت، براعم جديده جايه اهيت. يبقى اذا ان شاء الله رب العالمين النبات لو انت لاحظت عندك في تغير في الوقت ده ما تقلقش خالص على التغير اللي حصل ده، ده تغير طبيعي، ما هوش تقصير منك في تسميد، ما هوش تقصير منك في رعايه، هو بقدر المستطاع بيبقى تغير طبيعي للنبات في المراحل الانتقاليه. النموات الجديده اهيت زي ما حضراتكم شايفين، انتوا حضراتكم شفتوا السطح ده قبل كده وكان كميه الخضار اعلى بكتير كتير كتير عن كده، بس الطبيعي دلوقتي ان احنا كل مرحله يا جماعه لها يعني الياتها واشكالها. ما شاء الله رب العالمين عندنا نموات اهيت خاص، ان شاء الله رب العالمين ايه هنشوف جديد وحاجات جديده وجميله مع بعض في قناتنا ارضنا على سطحنا احمد وحشيش. احنا الاجواء الرمضانيه الجميله، الفلفل اللي عملنا له كذا فيديو مع بعض قبل كده وجددناه، ودي المره الرابعه يا جماعه اللي قصيته فيها وقصرته، وما شاء الله رب العالمين جايب جديد اهوت. واحنا النهارده زي ما انا بقول النهارده 15/3/2024، ومع الكوسه اللي كنت عملت لحضراتكم فيديو زراعه عنها وحضراتكم شوفوا التطور، والفلفل ده حولناه لاشجار اهوت يا جماعه. بص الشجره بقت تخن ايه، شجره الفلفل الشجره بقت تخن يا جماعه، وارتفاع عالي ايه، ده ارتفاع شجره فلفل 2 متر، تمام؟ ان شاء الله رب العالمين. لو حضرتك عندك بقى السطح دلوقتي متغير شويه ما تقلقش، ما تقلقش خالص. انت الفتره الجايه ان شاء الله هتشوف تغير للاحسن بشكل كبير جدا جدا، يعني ان شاء الله رب العالمين. البصل كنت زرعته مع حضراتكم في الفيديو اللي كان حضراتكم عجبكم جدا ونسبه مشاهده جميله، ده البصل، وده جزء التراب يا جماعه، هقول لحضراتكم ازاي تجهزوا التراب الشكل الرائع ده، تربه زراعيه عامله ازاي يا جماعه. بص ما شاء الله لا قوه الا بالله، تربه زراعيه روعه، وده اللي انا بطلعه منها، ما بستخدمش التربه مباشر كده يا جماعه. ان شاء الله رب العالمين بردك، يعني ده بطن خاص، واحنا في شهر 3 هيجي في الصيف، عملناه قبل كده يا جماعه في تجربه، والناس اعترضت على انه هيبقى في الصيف صعب، وجمعته معاكم السنه اللي فاتت وشفته في الصيف كان جايب خاص عامل ازاي. ده البصل اللي حضراتكم شفتوه بردك، ده الجزء الثاني من البصل اهوت، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي ورقه بلاقيها كده زي دي كده بشيلها مش مشكله يا جماعه. ده البصل اهوت الاحمر، ما شاء الله لا قوه الا بالله اهوت يا جماعه، البصل اهو ده بعد نموه، البقدونس والكزبره، وحضراتكم ان شاء الله رب العالمين هنشوف تباعا السطح بتاعنا هيحصل فيه ايه من تغير. ولو عندك زي ما انا قلت لك تغير دلوقتي ما تقلقش خالص، ما تقلقش خالص، الوضع ده طبيعي لاي سطح يا جماعه، اي ارض زراعيه، اي سطح ما عدا اذا كان نبات ده موسمه في الاخضرار. فالنباتات اللي احنا زرعناها النباتات ان شاء الله بتحضر عشان هتاخد منها ان شاء الله انتاج مبهر في الفتره الجايه ان شاء الله رب العالمين. اتمنى ان حضراتكم تكونوا شفتوا محتوى السطح بتاعنا وعجبكم، لو عجبكم السطح بتاعنا ان شاء الله دعمونا واشتركوا معانا في القناه،
وشيروا الفيديو يا جماعه ودعمونا باللايك عشان الناس ما تقلقش على زرعها بقى، وتحس ان الموضوع دلوقتي طبيعي ان شاء الله تغيير، بس احنا داخلين على التغير الافضل الافضل الافضل. كل عام وحضراتكم بألف خير للمره الثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.